ميزانية صراحة رائعة ومحفزة ورسالة لاستمرار الدولة والشفافية في إعطاء الأرقام. اليوم معالي وزير المالية أكد على أهمية الشفافية وظهور الأرقام للمستثمرين. في نجاحات في السابق حصلت في شراكات بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي، والمستقبل لشراكات أكبر. في تغير كبير اليوم، في تكامل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. اليوم نجاح القطاع الحكومي نجاح للقطاع الخاص، ونجاح القطاع الخاص هو نجاح للقطاع الحكومي.